السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم، سعدت بلقائكم مجددا. اليوم سوف نحضر وصفة رائعة هي لإزالة التجاعيد وكذلك وصفة لإرجاع شباب البشرة. إذا قبل أن نتعرف على الوصفة، أتمنى منكم بداية حبيبات الاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد. أيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد. وأود هنا أن أشكركم على تعليقاتكم الجميلة والرائعة دائما، وكذلك على وفائكم الدائم لقناة وصفات لكم. إذا الآن سننتقل إلى التعرف على المكونات. إذا كما نعلم، تعد ثمرة الموز غنية جدا بالمعادن والفيتامينات الهامة لتغذية بشرتنا، لأن الموز يحتوي على البوتاسيوم وعلى المغنيسيوم وأيضا الحديد والكالسيوم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة. فضلا على أن الموز هو يعمل على تحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين، ومن هنا تتجدد البشرة، يتجدد شبابها وتعالج التجاعيد. إذا هذا الماسك إن شاء الله ممكن استعماله كذلك كوقاية إذا كنتم كذلك لا تعانون أبدا من التجاعيد، استخدموه كوقاية. وحتى إذا كانت يعني بشرتكم تعاني من التجاعيد والخطوط الرفيعة، انتظموا فقط على استخدام هذا الماسك الرائع، بحول الله سوف تحصلون على بشرة جميلة جدا خالية من التجاعيد ومن الخطوط الرفيعة في كامل بشرة الوجه، وكذلك حول الفم أو الرقبة أو حول العينين. يمكن استخدام كذلك هذا الماسك الذي سنحضر حتى على اليدين لأنه رائع جدا. إذا نحن اليوم سوف نحتاج فقط إلى ربع ثمرة الموز، هذه الكمية سوف تكفي لبشرة الوجه وكذلك الرقبة. سنأخذ كما قلت لكم ربع حبة من الموز بهذا الشكل، ثم سنقوم بأخذ شوكة وسنقوم كأول خطوة بهرس الموز حتى نتحصل على عجينة أو كريمة الموز. نقوم بهرسه بواسطة شوكة حتى يسهل علينا دمجه وخلطه. الوصفة ممتازة وكذلك ستعمل على تغذية البشرة وتفتيحها، فهذه الوصفة من بين الوصفات الرائعة والممتازة للبشرة، تغذيها وتعالج كذلك الجفاف، بالإضافة إلى أنها بوتوكس طبيعي والمكونات طبيعية سهلة، ممكن أن تجدوها دائما في كل بيت. نقوم أولا بهرس الموز حتى يصبح على شكل كريمة هكذا. بالنسبة لهذه الوصفة، إذا قمتم بعمل كمية كبيرة ممكن الاحتفاظ بها في الثلاجة، تبقى صالحة لمدة أسبوع بالكامل. فقط ضعوها في علبة وقوموا بتغطيتها واستخدموها بشكل يومي، هذا إذا أردتم نتائج أسرع. إذا كما رأيتم، بعدما حصلنا على مهروس الموز، نأخذ إناء مناسب ونقوم بصب الموز هكذا في هذا الإناء، ثم كذلك سنضيف إليه مكونات أخرى ممتازة كذلك. بالنسبة لهذه الوصفة حبيباتي، استخدموها كذلك مرة في الصباح وأيضا مرة في المساء. سنستخدم هنا تقريبا ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، لأن زيت الزيتون مغذي مرطب أيضا للبشرة، هذا بالنسبة لصاحبات البشرة التي تكون جافة جدا. بالنسبة لذوات البشرة الدهنية، استخدموا ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض لأنه رائع جدا. أما إذا كانت البشرة حساسة فمن الأحسن أن تتجنبوا استخدام الليمون الحامض. هنا استخدموا كذلك بدل زيت الزيتون، استخدموا كذلك زيت لوز حلو أو كذلك زيت جنين القمح أو زيت بذور العنب أو حتى كذلك زيت جوز الهند، لأنها كلها مكونات رائعة.
هنا بالنسبة للوصفة استخدموها من الأحسن في الليل قبل النوم. إذن كما رأيتم أضفنا هنا تقريبا ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثم سنقوم بإضافة العسل. أضيف عسل النحل، سنضيف تقريبا هكذا ملعقة صغيرة لأنه مغذي وأيضا مرطب للبشرة. هذه هي المكونات. كما قلت بالنسبة لذوات البشرة التي تكون دهنية استخدموا عصير الليمون الحامض بضع قطرات، واستخدموا الوصفة طبقوها في الليل حتى لا نتعرض لأشعة الشمس. بعد دمج كل المكونات نخلط جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض. كذلك هنا إذا كنتم تتوفرون على الفيتامين A أو الفيتامين H، ممكن إضافة كبسولة من الفيتامين H لهذه الوصفة حتى تعطيكم نتائج أفضل. نخلط جيدا، كما قلت ممكن استخدام أو عمل كمية كبيرة واحتفظوا بها في الثلاجة، تبقى صالحة لمدة أسبوع. حتى إذا تغير لون الموز يعني في اليوم الموالي فهذا يعطي بالعكس، يعطي نتائج أكثر من رائعة، فهو عبارة عن بوتوكس طبيعي رائع وكذلك مغذي للبشرة، ممتاز جدا. إذن بعدما دمجنا المكونات مع بعضها البعض هكذا حصلنا على بوتوكس طبيعي مغذي وماسك أيضا مبيض، بالإضافة إلى أنه سيعمل لنا على إزالة التجاعيد التي تكون على البشرة. بالنسبة حبيباتي، بداية دائما قبل استخدام هذا الماسك أول خطوة ضرورية ألا وهي تنظيف البشرة. من الأحسن دائما أن ننظف البشرة بماء فاتر حتى تصبح البشرة رطبة وحتى كذلك تتفتح المسامات. إذن بطبيعة الحال بعد غسل البشرة خذوا هذه الوصفة بواسطة فرشاة أو فقط بواسطة الأصابع هكذا، وسنقوم بتوزيعها دائما حبيباتي. لا ننسى الرقبة، بداية من الرقبة هكذا إلى كامل بشرة الوجه، كذلك منطقة تحت العينين، حول العينين، المناطق التي بها التجاعيد نركز دائما عليها، نفردها بهذا الشكل. الوصفة ممتازة رائعة وتعطي نتائج أكثر من رائعة، أنتم بأنفسكم سوف تجربون الوصفة وسوف تعطيكم نتائج رائعة إن شاء الله. شاركوا معنا تجاربكم في التعليقات، أنتظر تعليقاتكم عن هذه الوصفة بعد تجربتكم لها. استمروا عليها بشكل يومي، حتى كما قلت إذا تبقى لديكم من الوصفة كمية احتفظوا بها في الثلاجة واستخدموها في اليوم الموالي فقط حبيباتي، يجب أن تداوموا دائما. الوصفات الطبيعية فهي آمنة وكذلك تعطي نتائج رائعة، فقط ما يجب عليكم هي أن تداوموا على الوصفات، يجب المداومة فترة تقريبا مدة 15 يوما حتى تحصلون على نتائج مرضية. بالنسبة لهذه الوصفة طبقوها ويجب الاسترخاء التام يعني عدم التكلم وكذلك الضحك حتى نتحصل على نتائج تكون مرضية. أيضا تجنبوا بعض المسببات للتجاعيد ألا وهي القلق أو التوتر. أيضا يجب شرب كميات وفيرة من الماء ضروري في الليل، كذلك استخدام مرطب للبشرة، ولو على الأقل على الأقل خذوا كمية من زيت الزيتون وقوموا بعمل مساج لكامل بشرة وجهكم وكذلك الرقبة، لأن دائما المساج بأي زيت متوفر لديكم فهو سيعمل على شد البشرة وأيضا تغذيتها، والأهم من هذا أنه سوف يزيل تلك الخطوط التي تنتج عن التعابير مثل الضحك وكذلك كذلك التوتر. يعني ضروري دائما من عمل مرطب وعمل مساج بشكل يومي قبل النوم، ضروري من عمل مساج للبشرة قبل النوم سواء بزيت أو بكريم. حتى إذا كنتم تتوفرون على كريم نيفيا ممكن أن تأخذوا كمية وتقوموا بعمل مساج تدليك للبشرة جيدا
حتى نقوم بتنشيط الدورة الدموية وتتغذى البشرة. فبهذه الطريقة وبهذا الروتين إن شاء الله دائما ستبقى البشرة شابة. نعم، ستبقى البشرة دائما شابة بدون تجاعيد وبدون خطوط. وكذلك احرصوا على النوم المبكر وأيضا الاستيقاظ المبكر، لأنه ضروري جدا في بقاء البشرة شابة. وأيضا تجنبوا كل المواد الصناعية مثل المشروبات الغازية، كذلك تناول أو شرب القهوة أو الشاي بكثرة. تجنبوا المقليات، دائما ركزوا على الأغذية الطبيعية، وأيضا ركزوا هنا على الخضر والفواكه. وتجنبوا أيضا التعرض المفرط لأشعة الشمس، واستخدموا دائما واقي شمسي قبل الخروج من المنزل. إذا بهذه الوصفة وكذلك الأخذ بهذه النصائح إن شاء الله دائما سوف تبقى البشرة شابة وأيضا نضرة. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة. طبعا إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة هذه الوصفة مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.